الحقيقة هذا المشروع، وأنا يمكن في البداية حابب أوجه الشكر للقيادة السياسية في الدولتين، فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي، على رعايتهم ودعمهم الكبير لهذا المشروع. ولولا دعمهم الكامل وتوجيههم للفريقين بالإسراع بتنفيذ والانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي. المشروع زي ما قلت لحضراتكم شراكة ما بين الدولتين الشقيقتين اللي بتربطهم علاقات يعني أخوية واستراتيجية، وإن شاء الله ندعو الله إنها تكون موجودة إلى أبد الدهر. الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي الجهة المعنية دائما بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة واللي بيرأس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي. فمرة أخرى الشكر للقيادة السياسية على دعمهم ورعايتهم لهذا المشروع، وأيضا الشكر لفريقي العمل من الجانبين اللي أنا عايز أقول لحضراتكم وصلوا الليل بالنهار علشان النهاردة نبقى واقفين قدام حضراتكم وإحنا بنحتفل بإعلان عن هذه الصفقة الكبيرة جدا وعلى المشروع الكبير اللي إحنا بنتكلم عليه لتنمية منطقة رأس الحكمة.